اسمي منى حسن، أحب الدبلاج من وأنا صغيرة. كنت أخذ المسجل الصغير اللي حق أمي وأسجل بالكاسيتات القديمة، كنت ألف سيناريوهات وقصص وأقعد أغير في صوتي. شفت الإعلان حق الرحلة الإبداعية حول المملكة الموسم الأول وشاركت فيه. في المرة الأولى ما حالفني الحظ، بس تعلمت منها إنه كيف أوقف قدام المسرح، كيف أتكلم قدام الجمهور، كيف أتشجع. رجعت شاركت في الرحلة الإبداعية مرة ثانية في الموسم الثالث، والحمد لله بعد هذه التجربة أنا في مشروع أمة حكواتي. يا الله يا الله، إيش فيها ذي يا ماما؟ سويت شخصية الجدة سعاد، هي جدة حنونة ولطيفة وتحب حفيدها، هو أمه ميتة فهي تقعد تتذكر أمه ولما تقدم له الأكل وحنونة معاه وكذا. وكمان سويت دور الحفيد أمجد، سويت كمان دور أثير، كانت بنت عنيدة وتتخاصم مع أخوها. سويت دور الأم فاطمة، وسويت دور المرأة البدوية. نفسي أسوي لك هي زي ما كانت فاتن الله يرحمها تسويها. كانت تجربة حلوة وممتعة، كان فيها ضحك كثير في الاستوديو، قعدنا نضحك لأن القصص فكاهية أغلبها. أنا أحب الدبلاج فاستمتعت كثير. وأنا عارفة الحين أكلمك وردك زي دايما مشغول مو فاضي تعبان بعدين، والنهاية زي ما أنت شايف. إحساس مثلا لما سويت دور أثير كيف هي عنيدة، صار الاستوديو عبارة عن صراخ، إن كيف تصارخ هي وأخوها. كان عصبت من جد وتخيلت إنه هذا أخويا يعني وأنا معصبة عليه. لما كان سويت دور الجدة كيف إني حنونة وعطوفة مع حفيد، إنه لما أسوي شيء مضحك مثلا أتذكر مواقف مضحكة، أو نقعد إحنا مع بعض الجروب نضحك، فلما ندخل التسجيل يكون عفوي وفي ضحك، لكن لما يكون حزين تحاول تسترجع ذكرى حزينة من حياتك وتأديها قدام المايك. أكيد ما تحتاجوني اليوم. وأنا سعيدة جدا بمشاركتي في هذا المشروع. شكرا MBC أكاديمي.